الأمية في رسول الله شرف، فلم يعلمه بشر ولكن علمه رب البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بيقول ما معناه: رفع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تفعل. تمام يا سيدي، ربنا برحمته لا يحاسبنا على ما يدور في أنفسنا من هواجز الشر إذا لم نفعله. طيب ما هو ربنا بيقول في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يبقى كده ربنا هيحاسبنا على اللي جوانا. يشاء هنا يا سيدنا تعود على الإنسان نفسه، فمن شاء أن يغفر الله له لم يفعل السوء الذي حدثته به نفسه، ومن شاء أن يعذبه الله أطاع هواه وفعل السوء الذي أخفاه. ولو استحضر الإنسان ثواب الطاعة لأداها بسهولة، ولو استحضر الإنسان عقوبة المعصية ما فكر في الاقتراب منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا سيدنا؟ الحمد لله. تفضل يا هلا يا هلا. تفضل. بسم الله. خيرا إن شاء الله. خيرا إن شاء الله. مبروك يا سيدي. المسؤولين عن الحج في وزارة الأوقاف بلغوني أبلغ فضيلتك إن وقع اختيارهم عليك لهذا العام لإلقاء خطبة ودعاء يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، نحن اليوم في موقف عظيم، موقف الوقوف بعرفة. هذا الموقف الذي تصعد فيه أعمالنا إلى السماء ويصعد دعاؤنا إلى الله سبحانه. هذا الموقف الذي وقف فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت فين يابا؟ سألت عليك في الكلية قالوا لي ما عندوش محاضرات النهاردة. خير يا سامي؟ السفارة المصرية في جدة عايزينك ضروري. السفير اتصل مرتين. السفير؟ ما قالكش عايز ايه؟ رئاسة الوزراء في مصر طلباك، والسفير مستنيك في جدة عشان تكلمهم من عنده. السفير ما قالكش عايز ايه بالظبط؟ لا ما قالش، مستني لحد انت ما تيجي. يابا التليفون مش هيعمل حاجة، احنا دلوقتي نركب ونطلع على جد على طول. خير اللهم اجعله خير. ان شاء الله خير. يلا بينا. اتفضل يا ممدوح بيه. انا ما اقدرش اقول حاجة دلوقتي، انتوا اصلكم فاجئتوني ولازم افكر في الموضوع. حاضر، انا هتصل بسيادتك وابلغك رأيي. والله ربنا يقدم اللي فيه الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يابا؟ خير. ممدوح سالم بشكل الوزارة الجديدة، والرئيس السادات عايزني أمسك الأوقاف وشؤون الأزهر. وزير؟ أمال يعني غفير؟ ألف مبروك يابا، مبروك. أنا حبيت رئيس الوزراء يقول لك على المفاجأة دي بنفسه. والعموم إحنا طلعنا تذاكر السفر
وحجزت لك على طيارة بعد بكرة. بس أنا لسه ما وافقتش يا سعادة السفير، اديني فرصة أفكر وحبلغ سعادتك. فرصة إيه بس يابا؟ هي دي عايزة تفكير. استنى بس يا سامي، حاجة زي دي لازم تتحسب كويس. تتحسب إيه وزير؟ في إيه يابا بعد كده؟ أنا بكرة إن شاء الله هتصل بمعاليك وأبلغك رأي تقوله لهم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معاليك اديني التذاكر وإن شاء الله بكرة هيسافر في ميعاده. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نفسي افهم يابا ايه اللي مخليك متردد. يا سامي يا ابني، انا وهبت نفسي للدعوه، ايه اللي خليني اغير طريقي؟ وهي الوزاره هتمنعك من الدعوه؟ ابدا، لقاءاتك واحاديثك زي ما هي، كمان تقدر تنفذ اللي عايزاه الدعوه، يعني جمعت بين الحسنيين القول والفعل مع بعض. ما هو انا خايف بقى الفعل يتناقض مع القول. أنا هبقى جزء من الجهاز التنفيذي ولازم أنفذ سياسة الدولة. مصر دولة إسلامية، الدستور بتاعها بيقول كده، وسياستها لازم تبقى كده. ما هي طول عمرها دولة إسلامية، ومع ذلك اتحالفت مع السوفييت وخدوا منهم أفكار الاشتراكية وكلام الفارق دي. السادات غير عبد الناصر يابا. إيش ضمني؟ ما هو كل ما يخطب يقول طريق عبد الناصر، طريق عبد الناصر. هو ناوي على التغيير، عشان كده بعت يطلب واحد زيك من السعودية. ما رجالة عبد الناصر مالين البلد، كان ممكن ياخد أي واحد ويحطه. وبعدين أنت ممكن تشترط الحكومة ما تاخدش أي قرار يخالف الشريعة الإسلامية. طبعا ده أهم شرط. يبقى خلاص موافق. والناس اللي أنا دعيهم على الحج السنة، أختك وجوزها وبدرية. يابا ما تحملش هم، أنا هبقى موجود أتولى الموضوع ده نيابة عنك. أنا عارف بس الحكاية دي طلعت لي منين؟ طلعت لك منين؟ دي الوزارة يابا، وزير الأوقاف وشؤون الأزهر، يعني الأزهر هيبقى تابع ليك، أنت اللي هتوجهه وتتخذ قراراته كمان وتعتمده، عايز إيه تاني؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لا يابا، ده للدنيا والآخر، وبعدين دي فرصة، فرصة تصلح اللي أنت عايز تصلحه. الواحد بس يصلح نفسه الأول، ربنا يستر. خلاص أنا هقوم أحضر لك الشنطة عشان تسافر. إيه؟ بتفكر في إيه تاني؟ دي نجلة كبيرة قوي يابا، نجلة كبيرة، عربيات وحرس وعالم مصالحها عندك، والشاطر بقى اللي ياخد معاد عشان يقابلك. أهو ده بقى اللي مخوفني، الحياة اللي زي دي بتغر البني آدم وتخليه يتغير من غير ما يحس. لا يابا، مش انت اللي تتغير. وايه بس اللي خليني ادخل التجربة انجح فيها والله اسقط؟ المؤمن دايما يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمؤمن برضو يابا يحب التجربة، يدخل فيها عشان ينجح فيها وياخد ثواب. اتكل على الله، اتكل على الله يابا. ربنا يستر. على العموم أني موعد السفير أرد عليه بكرة إن شاء الله. لا، وترد عليه بكرة ليه؟ أنت ترد عليه النهاردة. أنت عارف إن أي وزارة بيترشح لها أكتر من واحد، وإن اتأخرت هيفكروا في حد تاني. أنا هقوم أصلي صلاة الاستخارة وربنا يقدم اللي فيه الخير. Thank you.
تفضل يا معالي الوزير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي انت عامله ده يا استاذ مصطفى؟ شوف يا ابن الحلال، انا ما احبش الحكايه دي ابدا. لا تحني راسك الا لله عز وجل، اتفقنا؟ اتفقنا يا معالي الوزير. وبعدين معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حرما يا معالي الوزير. جمعا إن شاء الله. ده معاليك البيان التنظيمي بالأجهزة التابعة للوزارة وتخصصات كل جهاز. بقول لك إيه يا أستاذ مصطفى؟ لو سمحت جيب لي ترابيزة وكرسي ولا مكتب صغير هنا جنب الباب على طول. يا فندم في مكتب ملحق بمكتب معاليك. بقول لك عاوز ترابيزة ولا مكتب صغير هنا جنب الباب. اتفضل اعمل اللي بقول لك عليه. حاضر يا فندم. وبعت لي الحرس اللي معايا. حاضر يا فندم. لا حول ولا قوة الا بالله. هو انت لسه ملبستش؟ انت برضو مش هتروح الشغل؟ عندي رصيد اجازات كفاية قلت استهلكهم. هو يعني عشان الشيخ الشعراوي بقى وزير تاخد اجازة من الوزارة وما تروحش؟ انتوا مش خلاص اتصفيتوا؟ والراجل قبل ما يسافر السعودية جه وسلم عليك. يا صفية انا لو رحت الوزارة يبقى لازم ادخله وباركله. وماله ادخل له وبارك له. ما هاني لو دخلت له خايف يفتكر ويقول في نفسه ان انا بقيت وزير وان انا جاي اطبل له. ولو ما دخلتلوش ياخدها عليا واحده. قلت يا تخليك في اجازه احسن. وده برضو كلام يا زغلول. يا صفيه انا مترشح للدرجه الاولى واسمي اول واحد في الكشف لما اروح الوزاره وادخل له يفتكرني جاي له عشان كده. شوف البخت. يومين اتنين بس يا ربي كان الوزير اللي مشي مضاها وكنا خلصنا. ومين قالك بس انه مش هيمضيها؟ ما تبتديش بسوء الظن. انا اللي ابتدي؟ ده هو اللي ابتداها يا اختي من 40 سنة. طب كان حتى عمل حساب العشرة. ايه قلت هاد لو دخلت له يقولوا نفقته، لو ما دخلتلوش يقولوا قطعته. قلت خد أجازة وقعد في دارك أحسن. بس تحت أمر معاليك يا فندم. إيه اللي بتعملوه في الناس ده؟ شايفكوا عمالين تكرشوهم ولا داخل الوزارة؟ إجراءات أمن يا فندم. وإجراءات الأمن دي ليه إن شاء الله؟ معاليك دلوقتي وزير وخايفين لأي حد يتعرض لك يا فندم. ويتعرض لي ليه؟ معاليك عارف ان في جماعات دينيه متطرفه ولها اتجاهات عدوانيه
عشان كده لازم ناخد احتياطاتنا يا فندم. وانتوا بقى بالطريقه دي هتحوشوا عن المقدر عليا. شوف يا اسم حضرتك ايه؟ الرائد خالد محروس يا فندم. شوف يا سياده الرائد خالد، انا من دلوقتي مش عايز حراسه خالص، لا عربيه نجده ولا ظباط ولا عساكر ولا كشك حراسه عند البيت. انا ابني بنام وباب شقتي مفتوح. احنا لو سيبناهم يا فندم ولا 100 واحد هيجولك. ان شاء الله يكونوا 1000. حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم، تحوشوا عن نعمه ربنا ليه؟ ولو سمحت يا استاذ مصطفى، محدش يطلب يقابلني تمنعه عني. حاضر يا فندم. نفذ اللي قلت لك عليه يا سياده الرائد. يا اخي وفروا فلوس الحراسه دي لخزينه الدوله. يعني لو ما عليك تتصل بالسيد وزير الداخليه عشان يبقى عنده خبر يا فندم. حاضر، انا هكلم ممدوح بيه سالم عشان اعفيك من المسؤوليه. اتفضل سيادتك. على اذنك يا فندم. يبقى ما عليك هتسكن في شقه الوزاره اللي في جاردن سيتي. لا يا سيدي شكرا، انا في شقتي في الحسين زي ما انا. اتفضل معاليك. ايه الملف ده؟ ده انا لسه ما قريتش البناء التنظيمي للوزاره. ده ملف بحركه ترقيات موظفي الوزاره السنويه يا فندم. يعني ما استناش يوم ولا اتنين؟ ما هو معاليك كان المفروض السيد الوزير السابق يمضيها يوم ما ساب الوزاره، وانا قلت يمكن معاليك تحب دي اول حاجه تعملها عشان تسيب اثر طيب لموظفي الوزاره. ما فيش مانع بس اشوفها. يا فندم الموظفين المختصين قعدوا عليها 3 شهور لحد ما انهوها بمنتهى الدقه، مش باقي الا امضت سعادتك عليها. ما دام حمضي عليها يبقى لازم اراجعها. مش يجوز واحد ملوش حق في الترقيه ياخد مكان واحد تاني له حق. سيبولي دلوقتي هناك. حاضر يا فندم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.